العالم مليان دوشة، أصوات في كل حتة، مسجات، رنات، كلاكسات، عربيات، إيميلات. الوضع بقى صعب، بقى مش طبيعي، الوضع بقى تعبنا. لكن في الحقيقة كل ده وهم، كل ده هيجيله وقت وهيروح. كل الكلام وكل العبارات وكل الأصوات ما هي إلا وهم، والحاجة الوحيدة الحقيقية اللي هتبقى هي صمت الكون. العالم أوجد الآلات وبيستخدم آلاته عشان يواجه صمت الطبيعة، استخدمها في كل حتة. ما بيستحملش الصمت، لازم يحط بصمته ولازم يحط صوته، لازم يقضي على الصمت بأي طريقة، لأن الصمت بيتهم العالم بالفراغ، بيقوله في وشه أنت مفرغ من أي معنى، من أي محتوى ومن أي مضمون. الصمت بيواجه العالم بحقيقته، بنلاقي الإنسان ماشي مش دريان بأي حاجة صمت حواليه، بيقدرش يقف لحظة يبص على جمال الطبيعة، يبص على الأشجار، يبص على أي حاجة حواليه، إلا في حالة واحدة بس، هو محتاج يستخدمهم، أو بالأصح محتاج يسيء استخدامهم. هنا بينتبه ليهم وبيقرب لهم وبيقضي عليهم. الإنسان مش عارف صمت الحب، لأن حبه هو امتصاص للآخر، ياخد الآخر ويطلعه من هدوءه ويجذبه ناحية دوشته ويمتصه ويستهلكه، وعشان كده ما يقدروش يعرفوا صمت الله. في أشعياء بيقول إنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. الكتاب بيأكد لنا على أهمية الصمت، وبالصمت نقدر نتقرب إلى الله، بالصمت نقدر نعرف معنى الحب، نقدر نقدم توبة في لقاء إلي مع الله. نقرأ اللي مكتوب، الكلام هنا عن الله: اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إلي لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول: ما لك ها هنا يا إلي؟ المشهد ده غاية في الجمال وغاية في القوة، بيورينا إن الله صوته مش زي ما احنا متخيلين. احنا بنتخيل إن الله هيجي لنا في صوت قوي، رعود، بروق، نار، لكن حقيقة الله مش كده. صوت الله خفيف جدا، ولو احنا ما عندناش سكون وصمت في حياتنا مش هنقدر نسمع صوت الله، هيعدي ومش هناخد بالنا منه، لأن احنا مشغولين في دوشتنا وبصين في الاتجاه الآخر ومش منتبهين لله. الصمت مش موجود لذاته، مش موجود لمجرد الوجود، الصمت موجود لشيء أسمى، شيء أكبر بكتير. نلاقي الأم تريزا في عبارة في غاية الجمال بتقول: إذا تقابلت مع الله بالصلاة والصمت فسيكلمك الله، عندها ستعرف أنك لا شيء، فقط عندما تدرك عدميتك وفراغك يمكن لله أن يملأك بنفسه. الأنفس المصلية هي أنفس ذات صمت عظيم، الصمت بتتولد منه اللغة. في المسيح بنموت عن الوهم وبنعيش في الحقيقة، بناخد الكلمات والصمت من المسيح، بنتكلم عشان نشهد للمسيح، وبنصمت عشان نتأمل في المسيح ونتعمق في سكونه اللي هو سكون الأبدية. الصمت هو قوة حياتنا الداخلية، حتى الفضائل كل حاجة بنعملها لو اتعملت من غير صمت هتكون مجرد دقيق خارجي، مظهر من مظاهر اللاشيء، ملوش أي معنى. الحقيقة احنا بنتكلم كتير عشان مش لاقيين حاجة نقولها، بنملى الهوى بكلام يعبر مجرد تعبير عن فراغنا الداخلي. السبب في كلامنا كتير هو الموت، هو العدو اللي احنا بنواجهه كل يوم، وكلامنا هو صرخة في وجه الموت. لكن الحقيقة احنا مش خايفين من الموت على قد ما احنا خايفين من الحياة، خايفين نكون حقيقيين، نعيش الحياة في اكتمالها زي ما الله أراد لينا.